فوظيفة الناس في قبال هذه الشبهات، في قبال هذه الطروحات، الرجوع إلى أهل الاختصاص، الاختصاص في ذلك المجال. يعني إذا أردت أن تحللوا قضية في علم الإمام، ترجعون إلى من صرف من عمره سنة كاملة في دراسة هذا الموضوع، مو إلى أي واحد وإن كان عالما في مجال آخر. العم حفظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله، كان يقول: مجموعة من المجتهدين اجتمعوا لبحث مسألة فرعية جزئية. واحد منهم الحاج أغا حسين القمي، المرجع المعروف. واحد منهم الشيخ زين العابدين. أربعة من المجتهدين وبعضهم فيما بعد كانوا مراجع للتقليد، لبحث مسألة واحدة ثلاثة أسابيع متواصلة بحثوا في هذه المسألة. أربعة من الخبراء أو أكثر، ثم بعد ذلك لم يخرجوا بنتيجة قاطعة في قضية فرعية. عد واحد يجي في المسائل الدينية الخطيرة ويفتي كما يحب، قضايا العقيدة فيها قضايا الضلال، فيها قضايا الإضلال. إذا واحد أضل الناس مو معلوم أن توبته تقبل بمجرد أستغفر الله، يمكن هذا يمثل خط ضلال وخط انحراف على مر التاريخ. واحد يجي في كل قضية عقائدية تفسيرية فقهية دينية ويدلي برأيه.